كاين كاين جوج طرق باش كي 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 كيتسمى الاختراق القنوات التلفزيه. القنوات التلفزيونيه ما كيتخترقوش كيدار جامين لهذوك القنوات. اوكي باش نشرح لك شنو كيدار. كتلقى كاين جوج طرق باش كيتسمى الاختراق القنوات التلفزيه. اما انهم داك 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 البارابول اللي كيبرودكاستي للساتيليت كيجي وحده وتيتلقوا شي جهاز اللي كيكون مثلا نفرضوا مثلا خدامه هذيك لا فريكونس 44 ميغا هرتز مثلا. انا غير تنقول 44 ميغا هرتز كيبرودكاستي هو في 44 ميغا هرتز 44 ميغا هرتز كيبرودكاستي هذيك القناه ديالو في 44 تيدير التشويش فتتولي بحال كي كتكون تصايد مثلا طوموبيل وكتسمع مثلا هيت غاديو. انت كتسمع هيت غاديو فواحد الموجه معينه شويه في نفس الموجه كتولي كتسمع اذاعه محمد السادس. علاش؟ لانه كيوقع واحد الانترفيرنس ديال الفريكونسيز. نفس المساله فملي كيضربوا هما جيت هذاك البارابول في نفس لا فريكونس كتولي القناه ديالي ديال انونيموس هي اللي كتبروتكاست للساتيليت وتتبان الناس كاملين في العالم هيلو انونيموس. فهمتي دابا كاين الطريقه الثانيه هي اللي كيكون مثلا انا غير انت عندك في الدار مثلا انا كنت مثلا عندك انت في الدار اش كندير؟ انت كتستقبل عن طريق الهوائي واحد القناه معينه. كنجي انا في الطوموبيل ديالي كاينين دي ديفايس اللي كيتسموا الاس دي ار سوفتوير ديفايند راديو خاصو يكون فول دوبليكس وكتجي ونقدر انا مثلا نطلق لك واحد الفيديو في نفس لا فريكونس اللي انت كتفرج فيها عن طريق داك الهوائي وتولي انت كتفرج دوزيام تشويه نطلع لك انا وكنهضر. فهمتي؟ لانه نفس المساله غير هذه غادي تولي تتخصك انت ما كتخصش الجيران يعني انت بوحدك اولا الا كانوا جيران قراب ليا حتى هما غادي يلتقطوا نفس الاشاره. للاشاره اخواني اخواتي جميع الاجهزه اللي هي فول دوبليكس اللي تتكون فيها ايميتور ريسبتور ديال الراديو فريكونسيز راها ممنوعه وتيخصك اوتوريزاسيون لاين اختي اوتوريزاسيون ديك لا فريكونس باش تقدر انك تبرودكاستي في واحد لابون معينه. فبالتالي الناس مثلا انت كتسال شي واحد رزقك وما باش يبان لك غاتشري هذاك الجهاز وغادير شي فيديو واعطيني رزقي وجي حدا الدار وفيما تلقى هو دوزيام ولا الرباط تبان ليه واعطيني رزقي.